نهاية سعيدة للمطرب والممثل المصري محمد الشرنوبي بعد صدور قرار بحبس مديرة أعماله وخطيبته السابقة سارة الطباخ غيابياً لمدة سنتين مع الشغل وكفالة مالية لاتهامها بتبديد مبالغ مؤتمنة عليها لإله. شرنوبي نشر على صفحته الخاصة على إنستغرام بوست عبر فيه عن سعادته الكبيرة بصدور حكم الحبس مع تعليق الحمد لله الحق ظهر، وقال إنه هو ما كان ناوي يحكي شيء للإعلام، ولكن الطرف الآخر أصر على تشويه صورته وطلب من أي شركة إنتاج عدم التعامل مع أي جهة تدعي تمثيله، لأنه الهدف الوحيد لهالشركة هو تعطيل شغله وتشويه صورته. بدورة ردت سارة على الحكم عبر بوست على فيسبوك أعلنت فيه عن مقاضاة الشرنوبي بتهمة التشهير، خاصة أنه الحكم يلي صدر بحقها غيابي وهي عندها عقد حصري معه لمدة 10 سنين، وبالتالي من حقها استلام مبالغ مالية عنه وأبرام أي صفقات بديها. وختمت البوست بتهديد بخسارة الشرنوبي للدعوة. يذكر أنه قصة حب كبيرة كانت جمعت بين الشرنوبي والطباخ بعد ما تحدى محمد أهله للارتباط فيها كونها بتزيده بالعمر 15 سنة، ولكن خلافات عديدة بسبب عقد احتكار قامت بوضعه سارة لمدة 10 سنين منعت فيه الشرنوبي عن أي أعمال فنية، بالإضافة للتحكم بظهوره الإعلامي تسبب بتدهور العلاقة وفسخ الخطوبة.